الرئيس السيسي يبحث مع وزير الدفاع البرتغالي أوجه التعاون في المجال العسكري. وزير الخارجية يناقش مع نظيره من الكونغو سبل تعزيز العلاقات المشتركة. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في دمشق اليوم لمتابعة تشكيل اللجنة الدستورية. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أرحب بكم. استقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع البرتغالية، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون في المجال العسكري. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن وزير الدفاع البرتغالي أكد أن مصر نجحت في أن تكون واحة الأمن والاستقرار في محيط إقليمي شديد الاضطراب، مشيرا إلى أن التجربة المصرية الناجحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الخمس سنوات الماضية تعتبر درسا ملهما لجميع دول المنطقة. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم محور روض الفرج، حيث وضع الجزء الأخير من الكوبري استعدادا لافتتاحه في القريب العاجل. ويجرى العمل في المحور باعتباره أحد أهم المشروعات القومية في مجال المحاور الاستراتيجية التي تمر على النيل. هذا ويعد مشروع محور روض الفرج أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. هذا ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم نظيره البولندية، ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. أكد وزير المالية محمد معيط التزام مصر بتقديم كل الدعم لمختلف الدول الإفريقية، خاصة في ملف التغطية الصحية خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي. وخلال مشاركته بمنتدى رفيع المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، شدد معيط على أهمية الالتزام السياسي بتوفير تغطية صحية شاملة على الصعيد الدولي للتأكد من وصول الخدمة لجميع المواطنين، مشيدا بدعم القيادة السياسية لجهود توفير الموارد المالية والتمويل اللازم لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل. أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار حرص الحكومة على تشجيع إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أهمية مواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. وقال نصار في بيان له إن الحكومة تقوم حاليا بتجهيز كافة المدن الجديدة بالبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، خاصة بعد صدور قرار جمهوري بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية. أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وخلال لقائها مع السكرتير العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، أشارت نصر إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. أعلنت وزارة الآثار تفاصيل اكتشاف مقبرة جديدة في منطقة سقارة لبعثة مصرية برئاسة محمد مجاهد. جاء الإعلان بحضور عدد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية في مصر، حيث يبلغ عمر القرابين التي قدمها قدماء المصريين بهذه المقبرة أكثر من 4000 عام. المزيد في هذا التقرير. هؤلاء 54 سفيرا اصطفوا وتم تقسيمهم إلى مجموعات، كل مجموعة مكونة من 7 أفراد ينتظرون دورهم بشغف وفضول لقضاء بضع دقائق داخل مقبرة خوي. بنتكلم على مقبرة خوي النبي لدى الملك. اللذيذ في المقبرة دي 3 حاجات عاجبيني جدا. الأولانية الفنان المصري القديم، بنتكلم على 4400 سنة، هو بيرسم معرفش ريح كده بإيده على النقش الاسود فعمل ما يسمى بالفينجر برينت او بصمه الايد. دي حاجه من النوادر، مش معناها الحاله الوحيده، لا، حاله من النوادر يعني اتكررت قبل يعني في بعض المقابر الاخرى. الحاجه الاجمل والاجمل والاجمل لما نيجي نتكلم على اللون الاخضر الكتير اللي بيزين المقبره من الداخل، اللون الاخضر ده بيجي على فكره من صدأ المعادن. كان بيتاخد بيرميشن، كان بيتاخد اذن من الملك بنفسه عشان يسمح له باستيراد او بجلب او باحضار اللون الاخضر ده عشان يعمل بيه المقبره بتاعته. اثناء اعمال الحفائر والتسجيل العلمي والترميم للمجموعه الهرميه للملك جد كارع من الاسره 5 بجنوب سقاره، نجحت البعثه المصريه في الكشف عن مقبره فريده من نوعها لشخص يدعى خوي، كان يشغل منصب النبي لدى الملك، الأمر الذي استدعى احتفالا يليق بالحدث. سقارة إن شاء الله هتحظى بالاهتمام اللي تستحقه. وبالمناسبة أفكر حضراتكم أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أول حاجة عملها في 2019 الساعة 8 الصبح يوم 1 يناير كانت زيارة منطقة سقارة، ويوم الخميس عمل لنا اجتماع ساعة عشان نطور منطقة سقارة. سقارة عايزين السائح ما يقعدش فيها ساعتين، عايزين يقعد 4 5 ساعات 6 ساعات يشوف الكنوز الجميلة اللي فيها دي. هنعمل إن شاء الله خدمات ونرتقي بها بإذن الله الفترة القادمة.
احنا دلوقتي في منطقه جنوب سقارة اللي دكتور مجاهد اتكلم عنها، اللي هي حوالين الهرم بتاع الملك جيت كراع، واحد من اواخر ملوك الاسره الخامسه، حوالي 4400 سنه من النهارده. انا سعيد ان كشف النهارده هو احد الطيور المهاجره، احد ولاد وزاره الاثار اللي اتعلموا كويس جدا، دكتور مجاهد من جيل رائع، كلهم ناس رائعه متعلمين على اعلى مستوى في العالم. هذه النقوش الفريدة تحمل معلومات جديدة عن الحضارة المصرية القديمة. بالرغم من مرور أكثر من 4500 عام على إنشائها، إلا أنها تبدو حقيقية كما وقد لونت بالأمس. هذه مقبرة خوي القاضي النبيل لدى الملك جد كرع المكتشفة حديثا. وبهذه الطريقة الفريدة أيضا يقدم المكتشفون محتويات المقبرة لزوارها. الحاجة اللي لفتت نظري جميلة جدا 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 منظر الأضحية، منظر الأضحية وذبح الأضاحي، كونه يمسك السكينة ويذبح كان ممكن يكتفي بهذا القدر، لكن هنا عمل طرطش الدم عشان يبين انه هنا في ذبح، حاجة منظر حي يضيف الحيوية للمنظر. واضح انه استخدم السكينة مرة هنا ومرة في الأضحية دي ومرة في الأضحية دي. كان إيه اللي حصل معاه؟ إن السكينة كان لازم يسن السكينة كمان، السكينة تلمت. فبيسنها وهو بيسنها مثل لنا بتفاصيل دقيقة وجميلة جدا البرادة اللي نازلة من سن السكينة. بأمر من الملك جد كرع ولتقديم مجموعته الهرمية ومقبرة النبيل خوي المكتشفة حديثا، سوف يتم تأهيل المنطقة بكاملها لتستقبل زوارها من كل أنحاء العالم. أحمد عبد الرازق، إكسترا نيوز. أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السودان، معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس العسكري الانتقالي لتعزيز الأمن بالبلاد. وأشاد بن عيسى بحسب وكالة أنباء البحرين بالمواقف الثابتة للسودان وحرصه على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معربا عن تقديره لمشاركة القوات المسلحة السودانية في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن. طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير باعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والمخابرات التي ارتكبت جرائم ضد الشعب السوداني وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للدستور. كما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به وحل ميليشيات النظام السابق من كتائب ظل ودفاع شعبية وشرطة شعبية وغيرها، والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من الميليشيات المعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح وتقديمهم للمحاكمة. هذا وأعلنت القوات المسلحة السودانية ترقية قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو لرتبة فريق أول وتعيينه نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي وأداء اليمين الدستورية. كما أعلن الجيش السوداني أسماء التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الانتقالي الذي ضم قادة الفرق العسكرية وعددا من الضباط. بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019 وعلى غرار المجلس العسكري الانتقالي رقم 2 لسنة 2019 أصدر المرسوم الدستوري الآتي: تشكيل يشكل المجلس العسكري الانتقالي على النحو الآتي: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019،
الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا، الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا، الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا، الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عضوا، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا، الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا، اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضوا. أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ودعا البرهان في كلمة له جميع أطراف المجتمع السوداني لبدء حوار وطني، كما أعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. إلغاء حالة حظر التجوال، إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، إنهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولايات، الدعوة المفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني، التأكيد الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان، تجديد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول إلى إقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة. مواطنين الشرفاء، سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع. أكد الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان التزام المجلس بفترة انتقالية مدتها عامان يتم خلالها أو في نهايتها تشكيل حكومة مدنية، مشيرا إلى أنه سيتم محاربة الفساد وكذلك محاسبة كل من تورط في سفك الدماء. يلتزم المجلس العسكري الانتقالي بإرساء دعائم حكم مدني قويم وفقا للآتي: فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب، إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وخلافه بما يتفق والقانون، الالتزام التام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو ساعد في الإضرار بالاقتصاد أو الحياة الاجتماعية، وتفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة الحزبية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في سفك الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الشرفاء مواطنين الأوفياء. ينحصر واجب المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية في الآتي: التأكيد على سيادة حكم القانون واستغلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية، توفير وحفظ الأمن وبث الطمأنينة للوطن والمواطن، إزالة كل القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر مع إشاعة روح المساواة والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني. ألغى المجلس العسكري الانتقالي في السودان القوانين المقيدة للحريات وسمح للإعلام بمزاولة أعماله دون قيود، ومن المقرر أن يلتقي المجلس في وقت لاحق اليوم بجميع القوى السياسية لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد.
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مقتل نحو 121 شخصا وإصابة 600 آخرين، وذلك جراء المعارك في العاصمة الليبية طرابلس الدائرة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة. في غضون ذلك قتل 3 مدنيون يحملون جنسية أجنبية في قصف جوي للميليشيات المسلحة على مقر إحدى الشركات في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك رحلات جوية من تركيا تنقل الإرهابيين من مقاتلي جبهة النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا. كما اتهم المسماري تركيا بإرسال أسلحة بشكل مباشر باتجاه مصراتة وطرابلس عبر مالطا. الآن تصرف المئات الملايين على الإرهاب ودعم للإرهاب. Now millions is being spent by Sarraj to support terrorism and terrorist groups. وهناك تصغير حتى لمقدرات الدولة مثل شركات الطيران التي تلغي رحلات اليوم وتنقل في إرهابيين من تركيا إلى ليبيا، وتنقل كذلك حتى في السراج وجماعته الليلة البارحة إلى تركيا لحضور اجتماع والعودة بهم، وبالتالي هناك أزمة يتعرض لها المواطن الليبي الآن. This is a crisis that the Libyan citizens are facing as his money and his facilities are being used to support terrorism, like using the local airline companies to transport terrorists in and out from Libya, as well as yesterday a civil plane was used to transport Sarraj and his council to Turkey to have a meeting there and come back. منذ البداية قلنا أن نحن لن نرضى أن يكون جيش تحت سلطة الرئاسي. From the beginning we said that we will not agree that the army should be under GNA. وعلنا ذلك بأن الرئاسي مخترق من قبل التنظيمات الإرهابية وأنه يتبع التنظيمات الإرهابية. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا وزير الخارجية السورية وريد المعلم اليوم لبحث تشكيل اللجنة الدستورية. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا قد وصل أمس إلى دمشق في زيارة هي الثانية له منذ تسلم مهامه مطلع العام الحالي، حيث سيبحث مع المعلم الخلاف حول قائمة أسماء ممثلي المجتمع الدولي في اللجنة الدستورية بعد أن تم الاتفاق حول قائمتين تضم 50 ممثلا عن الحكومة السورية و50 آخرين ممثلين للمعارضة. في جانب آخر، استهدف طيران روسي أهدافا للمجموعات الإرهابية في ريف محافظة إدلب السورية. وبحسب وسائل إعلام روسية فإن الطيران الحربي الروسي نفذ 14 غارة على مواقع ومستودعات ذخيرة تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا في ريف إدلب، مضيفة أن طائرات الاستطلاع تمكنت من رصد محاولة المسلحين لتخزين أسلحة وذخيرة ونقل مقاتلين إلى محورين بالقرب من مدينة أريحة بريف إدلب الجنوبية، ما استدعى التعامل مع هذه التحركات. في سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسية توزيع أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية على المدنيين في درعا جنوبي سوريا. هذا وقدمت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية المساعدة الصحية ل 105,000 سوريا.
تظاهر المئات من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق مختلفة من محافظة تعز دعما للحكومة الشرعية ودور التحالف العربية. هذا ودعا المتظاهرون إلى الاصطفاف الوطني من أجل استكمال تحرير المحافظة من قبضة ميليشيات الحوثية، وكذلك محاسبة ميليشيات الحشد المحلية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على جرائمهم، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية ونبذ الصراعات والخلافات الحزبية. في ذات السياق، استهدفت ميليشيات الحوثي تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن في أحدث خروقها المتواصلة للهدنة وقرار وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر الماضي. هذا وذكرت مصادر محلية يمنية أن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواطنين نازحين مع أسرهم كانوا يخرجون من مديرية لتحيتا جنوبي مدينة الحديدة، ومنعت عبورهم واضطرتهم للعودة جراء القصف العنيف. هذا وتسعى ميليشيات الحوثي إلى إبقاء المدنيين في المناطق القريبة من المواجهات من أجل استخدامهم كدروع بشرية، وتستهدف بشكل متكرر أي محاولات للنزوح. انطلق اليوم الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية العراق، الأردن، اليونان وقبرص في العاصمة الأردنية عمان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن الاجتماع سيناقش تطوير العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل في مختلف المجالات بين تلك البلدان. يعيد أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة أداء اليمين القانونية اليوم أمام الرئيس محمود عباس، وذلك بعد جدل بشأن النص الدستوري لليمين الذي أقسمه الأعضاء بالأمس. وصرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بأن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمين دون إدراك جملة الإخلاص للشعب وتراثه القومي، وهو ما يتضمنه اليمين القانوني الصحيح. إذن مشاهدينا، عودة مرة أخرى للشأن الليبي، وننوه على هذا الخبر العاجل، حيث صرح سيادة السفير بسام راضي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بقصر الاتحادية بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لبحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا. إذن مرة أخرى مشاهدينا ننوه على هذا الخبر العاجل، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم مجلس أو متحدث باسم الجمهورية أن السيد الرئيس يلتقي بقصر الاتحادية بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لبحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 76 قتيلا، وتشهد إيران منذ أسابيع أمطارا غزيرة تسببت في إصابة المئات وإجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والمدن، إضافة إلى تدمير طرق وجسور ومرافق حيوية.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن سوق العمل في الكثير من الدول العربية تعاني اختلالات كثيرة، أخطرها غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الأسواق تعاني ندرة في بعض التخصصات ونقصا في العمالة الماهرة المدربة. وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي أن سوق العمل تمثل عنصرا حاسما في المنظومة الاقتصادية في الدول العربية، مشيرا إلى تطور القواعد المنظمة لهذه السوق وتوسيعها لتشمل المزيد من الشباب والنساء هو هدف رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية. أعلنت مالطا التوصل إلى اتفاق لتوزيع ما يزيد على 60 مهاجرا بين 4 دول في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، فرنسا، البرتغال ولوكسمبورغ. كان المهاجرون قد بقوا عالقين في سفينة إنقاذ تحمل العلم الألماني أمام سواحل مالطا لعشرة أيام بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا دخولهم. وصف زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن تأخر سعي رئيسة الحكومة تريزا مي إلى إجراء محادثات مع حزب العمال بشأن بريكزيت بأنه أمر شائن. وأصر كوربن على أن تقدم مي تنازلات بشأن خطوطها الحمراء إذا ما أرادت التوصل إلى اتفاق عبر حوار مع حزبه، محذرا من استغلال مي إرجاء بريكزيت إلى 31 من أكتوبر المقبل كفرصة لطرح اتفاق الانسحاب في مجلس العموم مرة أخرى بعد أن رفض الاتفاق 3 مرات. شهدت العاصمة الصربية بلغراد مظاهرات حاشدة ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش الشعبوية، فيما نشرت السلطات عناصر إضافية من الشرطة داخل مبنى البرلمان وسط اتهامات للمعارضة بالتخطيط لأعمال عنف بهدف اقتحام مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة بالقوة. توجه الناخبون في فنلندا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث سيختار قرابة 4.5 مليون ناخب 200 عضو لشغل مقاعد البرلمان من بين المرشحين من 19 حزبا وحركة سياسية مختلفة.
نائب وزير الخارجية الروسي أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة جديدة في إطار رباعية نورماندي حول التسوية الأوكرانية. وقال الدبلوماسي الروسي أنه يجب انتظار اختتام المرحلة الحالية للنشاط السياسي الداخلي في أوكرانيا وانتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أنه من الضروري ألا ينتهي اجتماع جديد في إطار نورماندي دون أي نتيجة. ذكرت الشرطة الأسترالية أن حارس أمن قتل وأصيب ثلاثة رجال في إطلاق نار من مركبة متحركة خارج ملهى ليلي بمدينة ملبورن الأسترالية. وقالت الشرطة إن المحققين بدأوا في جمع الأدلة لمعرفة هوية منفذ الحادث ودوافعه، فيما أكدت أنه لم يتم القبض على أي من المشتبه بهم حتى الآن. اتهم رئيس الكوبي الإدارة الأمريكية في وصول العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها، داعيا الكوبيين إلى تعزيز الدفاع والاقتصاد. وقال رئيس كوبا أن الولايات المتحدة تنفذ حملة اضطهاد مالي خانق تجعل استيراد السلع والموارد الأساسية صعبا. أحبطت السلطات الباكستانية هجوما محتملا بعد أن تمكنت من تفكيك قنبلة تم زرعها على خط سكة حديد على مقربة من محطة قطار بإقليم السند. وصرحت الشرطة الباكستانية بأنه تم احتجاز سبعة مشتبه بهم عقب الحادث واستعادة حركة القطارات في المحطة عقب قيام السلطات بإغلاقها بشكل مؤقت. قتل ما لا يقل عن 9 مسلحين تابعين لحركة طالبان بعد هجومهم على نقطة تفتيش أمنية بإقليم قندهار الأفغاني جنوب البلاد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا من جانب قوات الشرطة. شارك زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في مظاهرة خلال جولة محلية في فنزويلا. وطلب غوايدو زعيم المعارضة المهيمنة على البرلمان والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير الماضي الجيش بالتخلي عن مادورو وسط انهيار الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مفرط وأثر عليه انقطاع الكهرباء المتكرر في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر المنصرم. في السياق ذاته أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن قوات الدفاع الشعبية في البلاد ستصبح جزءا من القوات المسلحة الفنزويلية، يأتي هذا في وقت أمر مادورو بزيادة عدد الميليشيات المدنية بنحو 1,000,000 فرد. وأكد مادورو للآلاف من أفراد الميليشيات الذين تجمعوا في العاصمة كاراكاس على ضرورة الاستعداد من أجل الدفاع عن البلاد والمشاركة في الزراعة والصناعة من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد الذي تأثر من تطورات الأوضاع السياسية. أكد صندوق النقد الدولي أن فنزويلا تحتاج 10 سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وتوقع مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي فيرنر انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25%، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 10 ملايين% ومعدل بطالة إلى 44.3%، مشيرا إلى أن إنتاج النفط المورد الرئيسي للبلاد قد يتدهور بصورة حادة ليصل إلى 600,000 برميل في اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان كاراكاس من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.
رياضيا، يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم مواجهة قوية أمام فريق حسنية أغادير المغرب على استاد الجيش بالسويس بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. كانت مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا رسميا بالرغم من الفوز على سان داونز بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي وليد أزارو في الدقيقة 68 من عمر المباراة. كان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 5-0 وكان يحتاج إلى الفوز بسداسية للصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. أعلن رسميا عن إطلاق أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني بالمركز الثقافي القبطي، والتي تعد خطوة متميزة للنهوض بمستوى التدريب الإعلامي والفني في مصر بمساعدة مجموعة من المدربين المتمرسين في العمل الإعلامي والفني. المزيد في هذا التقرير. بين أروقة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وداخل هذا المركز الثقافي القبطي وبحضور عدد من الإعلاميين والمثقفين، انطلقت أعمال ملتقى ماب الإعلامية تحت عنوان الإعلام التقليدي في مواجهة الثورة الرقمية. لما فكرنا في ماب أكاديمي فكرنا في مكان يقدر يستوعب صرح زي ماب أكاديمي، فطبعا كان الاختيار بالنسبة لي المركز الثقافي هو الأنسب بالنسبة لنا. احنا كأكاديمية مش مجرد تدريب لطالب او مهتم بالعمل في مجال الاعلام، احنا ميديا اند ارتس بلاتفورم، بنتكلم كفنون موجودين وكاعلام موجودين. عندنا حوالي حتى الان عندنا حوالي 26 دورة تدريبية بمستويات مختلفة. خلينا اكلمك عن المستويات لان هي مش ثابتة عندنا، مثلا بالنسبة للمبتدئين اللي لسه الفريش جراديوت اللي لسه متخرجين، وفي نفس الوقت للناس مثلا اللي عملوا تغيير شيفت كارير، غيروا مجال عملهم، فبالتالي دول ناس مبتدئين، دول بيدخلوا في جروب مع نفسهم. في ناس خطط خطوات بالفعل في المجال وحابين ان هم يثقلوا مهاراتهم بشكل اكبر، فبالتالي عندنا مقسمين الدورات على مستويات مختلفة. كما شهد الملتقى الإعلان رسميا عن انطلاق أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني، والتي تعد خطوة متميزة للنهوض بمستوى التدريب الإعلامي والفني في مصر. احنا النهاردة عاملين ملتقى إعلامي اسمه ملتقى ماب الإعلامي، ده هيكون في نهاية الفعاليات احنا هنعلن عن إطلاق أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني، لأنه هي الدورات التدريبية مش بس إعلامية، في كمان دورات فنية للتمثيل وللسيناريو وللإخراج الدرامي. لكن بالأساس احنا عاملين المؤتمر ده زي ملتقى، زي ما هو اسمه الملتقى الإعلامي حقيقي، هو ملتقى إعلامي لكل الإعلاميين وكل المهتمين بالمجال الإعلامي وبالمجال الفني في مصر. عشان كده حتى الحضور هو مجمع كل الأنواع المختلفة للإعلام في مصر. فقرات غنائية وجلسات نقاشية بمشاركة مجموعة من الإعلاميين تضمنها الملتقى، كما تم عرض الإعلان الخاص بأول إنتاج درامي من إنتاج أكاديمية ماب الجديدة. الفيلم بيرصد الفترة التاريخية اللي هي بتبتدي من دخول المسيحية لمصر لغاية سنة 2019 بفترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترة زمنية ضخمة جدا تتجاوز 1960 سنة تقريبا. الشخصيات الدرامية في الفيلم 62 شخصية بيجسدوا حكام وبطاركة. الفيلم فيه برضو مجموعة من المتخصصين في التاريخ وفي الآثار وفي اللاهوت وفي السياسة متكلمين في الفيلم، هو تقدر تقول انه ملحمة وثائقية. عدد من المدربين المتمرسين في العمل الإعلامي والفني سيشاركون في التدريب عن طريق استوديوهات مجهزة بأفضل الإمكانيات للتركيز على التدريب العملي. مع نهاية هذا الشهر يبدأ التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الذي تم إنشاؤها بمنطقة سريأوس بمدينة الخنكة بمحافظة القليوبية بتكلفة تقدر ب 380 مليون جنيه، حيث تبلغ طاقتها القصوى نحو 145 ألف متر مكعب من المياه. المزيد في هذا التقرير. محافظة القليوبية على موعد مع بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب التي تم إنشاؤها بمنطقة سريقوس بمدينة الخنكة،
والتي تعد الأكبر حجما والثانية من نوعها على مستوى الجمهورية. محطة مياه سرياقوس تكلفت حوالي 380 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها القصوى 145 ألف متر مكعب من المياه التي يتم معالجتها وفق نظام المرشح الرملي الديناميكي الذي يتميز باقتصاديته وبقلة الفاقد منه مقارنة بالأنظمة التقليدية الأخرى. احنا بننفذ محطة مياه الشرب في سرياقوس بطاقة انتاجية 145 ألف متر مكعب يوم، ودي تعد من اكبر المحطات اللي في مصر واكبر محطة بتنفذ في محافظة القليوبية، وتنفذ بنظام حديث جدا اسمه نظام ديناساند فلتر. النظام ده نظام سويدي، ومن ضمن مميزاته ان ما بيشغلش مساحة ارض كبيرة، لان معظم محطات المياه بتقام على ضفاف النيل او الترع المتفرعة منها، وعلى ان تكلفة الارض في المناطق دي بتكون عالية جدا، فاحنا عايزين نوفر الارض، فاستخدمنا نظام ديناساند فلتر ده. ومن ضمن مميزاته ايضا ان هو نسبة الفاقد في المياه بتكون قليلة جدا. طاقة المحطة 145 الف متر مكعب يومي. هنا نظام المحطة التحكم فيها الرئيسي او التحكم فيها نوعين، في اللي هو اوتوماتيك اللي هو عن طريق السكادا سيستم BLC سكادا سيستم، والنوع الثاني اللي هو التحكم العادي اللي هو اليدوي. المحطة التي من المقرر افتتاحها بشكل نهائي في يونيو المقبل تم إنشاؤها بأيدي وخبرات مصرية خالصة من خلال الشركات الوطنية. بعتبرها من المحطات العملاقة ضمن أكثر من 70 مشروع للصرف الصحي ومياه الشرب على أرض محافظة القليوبية، ويمكن التكنيك المستخدم أو التقنية المستخدمة في المحطة دي اسمها الديناساند، ودي يمكن تاني محطة على مستوى الجمهورية بهذه الطريقة، وهي طريقة حديثة ولها مميزات عديدة طبعا المفسرين هتكلموا عنها. وبقول ان انا سعيد بيعني اكتمال الانشاءات في هذه المحطة وقرب دخولها للعمل، لان يعني الدولة بتهدف الى وصول مياه الشرب الصالحة والصرف الصحي الى كل مدينة وكل قرية على أرض الجمهورية، وسعداء جدا بنسبة الإنجاز اللي بتتم في محافظة القليوبية، يمكن من أصبحت من أكثر المحافظات في تحقيق نسب إنجاز في محطات الصرف الصحي ومياه الشرب. من المخطط لمحطة مياه سرياقوس أن تخدم ما يقرب من نصف مليون من مواطني القليوبية ضمن خطة الدولة لتوفير مختلف الخدمات الأساسية لجميع المواطنين على أرض مصر. يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. إذن مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع وزير الدفاع البرتغالي أوجه التعاون في المجال العسكري. وزير الخارجية يناقش مع نظيره من الكونغو برازافيل سبل تعزيز العلاقات المشتركة. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في دمشق اليوم لمتابعة تشكيل اللجنة الدستورية. نهاية هذه النشرة، للمزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.